بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرونكس، معكم عبد المجيد. اليوم الدرس هذا راح اتكلم عن الليبر اوفيس، راح اتكلم عن خاصيه الملاح. تمام، عباره عن خاصيه جميله جدا، الفائده منها هي التنقل بين محتويات المستند الموجود حاليا او المفتوح حاليا. تمام، انا اشوف قوه هذه الميزه موجوده بالرايتر، يعني تحديدا هي موجوده بباقي البرامج حقت ليبر اوفيس، ولكن بالرايتر يعني في مميزات اكثر، لانه احيانا قد يكون عندك مستند طويل وكبير والى اخره. عشان ما اطول عليكم الموضوع، خلنا نكتب مستند مع بعض على السريع ثم نشوف ايش موضوع الملاح. اوكي، طيب نجي نكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمه، في هذه المقدمه نكتب كلام كثير حتى نستطيع ملء هذا المكان. ثم نكتب هنا مثلا العنصر الاول، اوكي، مثلا الف بطاطس، هذه واحد، اسمه سبحان الله، بط الف بطاطس، بطاطس، وانا عارف ان النون ما له علاقه، زين، وانه لازم احط تنوين بس ماسكه معي، اوكي، بطاطس طماطم، اوكي، نفترض انه اشتغل بالطريقه هذه. ثم جينا وضبطنا الموضوع بحيث انه يكون منسق، فجينا سوينا مثلا هنا ان هذه عباره عن، خلنا نزبط بسم الله الرحمن الرحيم ان تكون مثلا مسمى وظيفي، اوكي، ثم اجي اضبط المقدمه على ان مثلا عنوان رئيسي، ثم اجي اسوي العنصر الاول عباره عن عنوان رئيسي برضو، واجي اسوي البطاطس والطماط عباره عن عنوان رئيسي اثنين، اوكي. طب خلونا نضبط موضوع ايش اسمه ذي، اوكي، المحاذاه. الان لاحظ معي بطاطس، انزل هنا بطاطس، تمام، لاحظ معي لو فرضا نزلنا هذا العناصر بالصفحه مثلا مدري كم، اوكي، ونفترض ان هذه الصفحه عندنا مليانه. ميزه النافيجيتور او الملاح، لو ضغطنا على المنطقه هذه راح نلاحظ الملاح يقول لك في ترويسات. الترويسات عباره عن الاشياء اللي سويتنا قبل شوي، هذا يسمى ترويسه، اوكي. فلما اطلع الترويسه مثلا يقول لك في عندك ترويسه المقدمه، اوكي، فيها برضو عندك في حاجات ثانيه زي مثلا العنصر الاول، اوكي، العنصر الاول في بطاطس في طماطم، حاب تنتقل لطماطم، اوكي، بس طلع طماطم مرتين راح يوديك على هذه، هذه ميزته. طبعا في ميزه ثانيه، لو حطينا مثلا جدول معين، نفترض بنحط جدول هنا، تمام، ادراج جدول، اوكي، وقلنا اضافه، مش مزبوط. الجدير بالذكر هو ان الملاح يكتشف لك الجداول، يكتشف لك الصور، ويكتشف لك كل الاشياء الموجوده، فبيقول لك جداول، في عندك جدول معين بالمستند هذا، بس تضغط عليه لدور رقم واحد، اضغط عليه راح ينقلك على الجدول افتراضيا، اوكي؟ هذه ميزه الملاح وهذه الفائده منه، اوكي؟ بما ان تكلمنا عن الملاح، خلينا نتكلم عن التراجع وتخطي المشاكل، يعني مثلا افترض انك عندك واحد زي هذا بلشي سكر منه، اوكي؟ حاب تراجع، عندك تراجع هنا، اضغط عليه وتراجع، اوكي؟ طبعا شيء عندي مشكله بخطوط، شو عندي مربعات، اوكي، في اذا حاب والله تسوي زي ما تقول اعاده، اضغط هنا. الفائده من هذه تراجع فقط، يعني حاب تراجع شغله معينه، حاب تشيل الجدول خلاص، يعني بتراجع على الجدول، اسحب الجدول، اسحب اسحب، وراح يبدا يسوي لك استرجاع. الى هنا انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، في امان الله.